الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس الابتدائي مدرسة دار المعارف. النهاردة هنبتدي درس جديد وهو الدرس الخامس في نفس وحدتنا وهو حساب المئة أو نقدر نقول النسبة المئوية. النسبة المئوية، النسبة كده معانا شغل كتير قوي ليها، ليها أشكال كتير، ليها أنماط كتير في الشغل، لكن كل نمط مختلف عن التاني، كل نمط محتاج إنك تعرف التدريبات بتاعته كويس قوي عشان في الامتحان ما تتلخبطش، أو عشان لما تيجي تحل تدريب خاص بيك ما تتلخبطش. تعالوا نشوف النهاردة هنحل أو هنشتغل إزاي مع النسبة. يلا الأول نعرف معنى النسبة المئوية. معنى النسبة المئوية يعني ايه نسبة مئوية؟ احنا متفقين اصلا ان النسبة مقارنة. النسبة مقارنة، النسبة لها حدين، حد اول وحد تاني، اللي هو مقدم النسبة وتالي النسبة، وده اللي خدناه في اول فيديو في اول درس في الوحدة. تعالوا نشوف النهاردة بقى هل النسبة المئوية مختلفة عن النسبة التلات أرقام، عن النسبة عموما، ولا فيها حاجة متشابهة؟ هنعرف دلوقتي. النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني 100. احنا عارفين ان النسبة لها حدين، حد اول وحد ثاني، اللي هو الحد الاول مقدم النسبة والحد الثاني هو تالي النسبة. بالنسبة للنسبة المئوية هنا عندك هي نسبة لها حدين برضو، ولكن الحد التاني بتاعها ثابت ما بيتغيرش، لانها جاية من مئوية، جاية من مئة، مئوية جاية من مئة، ويرمز لها بالرمز اللي احنا شايفينه قدامنا ده، علامة دي بالظبط كده ماشي. ومية في المية بتساوي واحد، مية في المية بتساوي واحد. الواحد قيمة الشيء كاملا، يعني انت جايب 100% يعني جايب الدرجة النهائية، انت جايب 100 من 100 يعني انت جايب الدرجة اللي ما فيش خلاص بعدها، مش حد قبلك ولا بعدك، انت رقم واحد. اربط دي بدي. شوف اللي بعده، نشوف مسائل وتدريبات حول النسبة المئوية. السؤال هنا بيقول حول النسبة المئوية الى كسر عادي وكسر 10 مرة اخرى. يعني هنحول كده مرتين، مرة لكسر عادي ومرة لكسر 10. كسر عادي يعني ايه كسر عادي؟ يعني بسط ومقام. طيب كسر 10 يعني 10 جاية من العلامة العشرية على طول، فخلاص بقينا نقدر نفرق بسهولة الفرق ما بين الكسرين. 40% انطقها كده، 40% تساوي، 40% دي معناها ايه؟ معناها 40 على 100. نفتكر مع بعض جدول الأصدقاء اللي خدناه من سنة رابعة، المحب المئة، مين بيحب المئة، مين بيحب العشرة، مين بيحب المية، الألف. ده جدول الأصدقاء ده دايما خلي بالك ان هو متواصل معاك اهو لغاية دلوقتي. معروف ان 25 لما الاقيها هيبقى هضرب في 4 عشان اوصل للمية، 2 هلاقيها في المقام تحت يبقى هضرب في 5 عشان اوصل للعشرة. هو ده جدول الاصدقاء اللي لازم دايما تكون حاطه في دماغك، زي جدول الضرب بالظبط، ما ينفعش يتنسي، ما ينفعش. طالما بتكلم في قصور ما ينفعش ابدا انسى او اتجاهل جدول الاصدقاء اللي هو جدول الاحبة زي ما بيقولوا، لما بيسيبوش بعض. عشان اوصل ابص في المقام الاقي 2، اوصل للعشرة ازاي؟ اضربها في 5. طب لو عايزة الاتنين دي توصل للمية يبقى هضربها في 50. لو عايزها توصل للالف يبقى هضرب الاتنين اللي هي في المقام تحت في 500، وزي ما بضرب فوق بضرب تحت. ولكن هنا الشيء عندنا مختلف، هنا المية موجودة لك جاهزة، 40 على 100 اللي هي 40%. طيب هل هنسيبها كده؟ طالما في تبسيط واقدر ابسط يبقى هبسط، يبقى اكيد هبسط. وزي ما احنا شايفين اهو بسطنا، هنا في صفر وفي صفر، اريح نفسي واطير الصفر ده مع الصفر ده، اصبحت ان دي 4 على 10، يبقى على الاتنين فيها الاتنين، على الاتنين فيها الخمسة. طيب احنا كده حولناه لكسر عادي 50. تعال نشوف لو كسر 10، ادي 40%، هو هو نفس الشكل 40 على 100،
اهي الاربعة على عشرة اللي كنت لسه بقول، طيرنا هنا صفر وهنا صفر، بقت اربعة على عشرة، بقت اربعة من عشرة. كده حولنا مرة لكسر عادي ومرة لكسر عشري. اللي بعده 65%، يعني 65 على 100، تمام، طبيعي جدا. خمسة فوق وصفر تحت، يبقى هفتكر على طول قابلية القسمة، يبقى هتكلم على مين؟ هتكلم على الخمسة، تمام، واقسم على الخمسة. على الخمسة فيها 13، على الخمسة فيها 20. حولناه لكسر، تعال نشوف لو عدد عشري. 65%، يعني 65 على 100، بقت 65 من 100. نخلي بالنا يا سنة ستة ان رابعة خمسة ستة كلها تراكمية، لو ما اشتغلتش في شغل رابعة صح هتتعب معايا جدا في خمسة وستة، فخلي بالك ان اصول رابعة هي اللي هتمشيك في خمسة وستة، عشرة على عشرة. فدايما خلي في دماغك ان انا لازم افتكر شوية رابعة كانت بتقول ايه. رابعة دي اساس المراحل، المرحلتين اللي بعد كده، جدول الاصدقاء، جدول الضرب، الاعداد العشريه، الكسور الاعتياديه، كل اللي انت خدته في رابعه وفي خمسه بتلاقيه في سته بشكل اوسع. نشوف بعد كده في ايه. حل بنفسك وهي اكيد هيكون تطبيق على اللي احنا قلناه. حول النسب المئويه الى كسر عشري. 60% يعني بتساوي كام على كام؟ بيدي لك كام من كام؟ اديني وضحتها لك اهو. هنا 5.2% بتساوي كام؟ اللي بعده تحويل كسر اعتيادي او عشري الى نسبة مئوية. يعني معنى كده انا هعمل العكس، انا في التدريب الاول اديتك النسبة وحولتها لي الكسر اعتيادي او عشري، هنا بقى انا هدي لك الكسر وانت تحوله لي لنسبة مئوية. تعال نشوف شغلنا هيبقى ازاي. أربع أخماس، برضو جدول الأصدقاء اللي كنا لسه بنقول عليه، المقام تحت عندي خمسة، يعني عايزة أحوله يا إما لعشرة يا إما لمية يا إما لألف. طب أنا بتكلم هنا عن نسبة مئوية، مئوية يعني بتكلم عن مية، يبقى أكيد هحول الخمسة دي إلى مئة. طب هحولها إزاي لمية؟ هخلي مقامي التاني ده مية إزاي؟ هضرب الخمسة في العشرين عشان أوصل للمية، وزي ما بضرب تحت بضرب فوق، برضو 20 في 4 يديني 80، بقت 80 على 100، يعني 80 من 100. اللي بعده 14 من 100، خلاص نطقتها، 14 من 100 يعني 14 على 100 يعني 14%. حل بنفسنا، التدريب انا بحله لك وبوضحه لك، والتدريب اللي بعده انت اللي بتحل. حول الكسور الاتيه الى نسب مئويه. 175 من 1000، 17 على 20، نفس الكلام. وبكده نكون خلصنا كل اللي احنا عايزين نقوله في الدرس البسيط ده. راجع كويس قوي الفيديو المصاحب الملحق مع الفيديو الباوربوينت ده، وراجع كويس قوي اللي قلناه، هتلاقي نفسك بتحل بمنتهى السهوله والدرس سهل جدا. ودي المصادر اللي احنا لجأنا لها. يا رب اكون قدرت اشرح لكم الدرس ووضحه لكم تمام. لو في اي حاجه طبعا هتتواصل معانا وهنشرحها في الفيديو الجديد.